في مدغشقر أراض زراعية شاسعة لا زرع فيها بارت من قلة المطر. الجزيرة المحاطة بالبحر تحولت إلى صحراء قاحلة. تبحث هذه الأم خارج خيمتها الخشبية عن لقمة تسد بها رمق أطفالها الثلاثة الذين أخفى الجوع ملامح أجسادهم. في الصباح أقوم بإعداد هذا الطبق، أقوم بتنظيفه بأفضل ما يمكنني بسبب ندرة المياه. لقد مرت 8 أشهر وأنا وأطفالي نتناول نفس الأكل كل يوم. لا يملك موظف الأمم المتحدة هذا حلا سوى قياس ضرر الجوع على الأطفال. اليوم ليس لدينا ما نأكله على الإطلاق سوى أوراق الصبار التي نحاول تنظيفها. لم يبقى لدينا شيء، أمهم ماتت وزوجي مات. تتركز حياتنا الآن على البحث عن أوراق الصبار للبقاء على قيد الحياة. تقول الأمم المتحدة أن الجفاف الذي تمر به البلاد أدى لمعاناة أكثر من 400,000 شخص من المجاعة، نصفهم أطفال، محذرة من تضخم الرقم إذا استمرت الأزمة. نواجه أسوأ جفاف خلال أكثر من 40 عاما. هذه البلاد تعتمد كليا على الزراعة، ومع الجفاف يوما بعد يوم اختفى الغذاء. لا يمكن للناس البقاء على قيد الحياة، الوضع رهيب. هي أزمة سهل حلها إذا أراد العالم بحق. غذاء وماء ودواء، بديهيات في أغلب دول شماله، آمال وأحلام لآخرين في الجنوب، وهم بالآلاف ينتظرون قطرة ولقمة علها تسد جوع اليوم. أما الغد وما بعده فقصة أخرى.